مساكم فللي، باختصار جاي أطق أقوى ترند اليوم. عبير الغرب العام أعلنت لهم بنفس الأوقات هذه حق العطور، طبعاً عبير الغرب يتبع إلى العبادي اللي موجود بحي الشاطي، لكن العروض فقط راح تكون بهذا الفرع. الترند يا جماعة، هذا المكان اشتهر بعطوراته الأصلية، كلها ماركات عالمية ومعروفة وعندهم تنوع رهيب ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف يا جماعة، أشهر الماركات العالمية تلقونها موجودة عندهم بأسعار تنافسية، تحدي الأسعار. أنا راح أصور وأنتم حكموا بالأسعار. جوتشي انتنس عود كم سعره برا هذا يا جماعة؟ شوفوا هنا كم، من 650 إلى 450 ريال بس، يعني خصم 200 ريال. وهذا جوفان مسك، هذا مشهور عطر الأطفال، كم سعره برا يا جماعة؟ خذوا العرض القوي من 25 ريال راح يكون ب 9 ريال بس، طبعا لكل عميل حبة واحدة فقط عشان الكل يستفيد من العرض. لا 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 كده تحطيم الأسعار. كلفن كلاين الشيري بيوتي كم سعره؟ من 160 إلى 120 ريال، تكلموا عن كلفن كلاين. وهنا عندنا البيوتي ب 120 ريال أيضا، وش رايكم يا جماعة؟ فرصة مو؟ هذا إيفوريا طبعا الحجم الكبير من كالفن كلاين، شوفوا السعر يا جماعة من 200 ريال إلى 160 ريال، وش رايكم؟ مجنونة الأسعار. تحدي الأسعار يا جماعة، وتحدي أن العطور كلها عطور أصلية ومضمونة. بربري كم هذا سعره يا جماعة برا؟ طبعا هم بدون عروض أسعارهم مخفضة هنا، من 200 ريال إلى 149 ريال، حق العيد يا جماعة الحق أو ما تلحق. جوتشي أبسولو طبعا الحجم الصغير 50 ملي، شوفوا السعر 360 إلى 269 ريال. هذا العطر الرجالي من جوتشي طبعا 90 ملي أبسولو، شوفوا السعر من 420 إلى 350 ريال. هذا حجم 50 ملي ب 269 ريال. جنون الأسعار يا جماعة، وين صارت هالأسعار؟ صارت بعبير الغرب. بربري يا جماعة أورجينال أصلي، السعر يا حبيبي السعر من 150 إلى 99 ريال، وعندكم هنا الدوفيدوف ب 99 ريال، 99 ريال. طبعا أي عطر من اللي صورناهم هذول راح تاخذونه التغليف مجانا، كل اللي ذكرناه الآن هذا مغلف جاهز مجانا، مجهزين ما شاء الله تبارك الله كميات حق العيد العام. طقينا أقوى ترند هنا، هديتك مغلفة والتغليف مجانا، والأسعار محروقة يا حبيبي محروقة، حرق الأسعار. لا تلوموني إذا تحمست من قوة العرض. عطور هذه يا جماعة عليها طلب مرة مرة قوي، الجيفنشي انفكتوس كلها هذه عطور مرة مرة قوية وعليها أسعار. تحدي الأسعار هنا يا جماعة. عطور من الأكثر مبيعا هذه العطور نسائية، عندكم هنا شانل سان لوران وعندكم كارتير، كلها هذه عطور مميزة وعليها طلب مرة قوي. مميز يا جماعة كارتير الباشا ب 380 ريال، راح تاخذونه مع التغليف، مع تغليف الكارتير مع الكيس مع الكرت. هذا النسائي كارتير لابنثر ب 450 ريال، طبعا مثل ما قلت لكم كل العطور أصلية ومضمونة، راح تاخذوه بهذا التغليف الحلو والمميز مع الكيس. هذا الإهداء الجميل، طقم هذا الجميل، هذه الهدايا المميزة، هذه الهدايا الحلوة بصراحة، مكافأة حق المدام بعد شهر رمضان. كارتير لابنثر طبعا هذا الحجم الصغير ال 50 ملي مع الشاور جل، في هالبوكس الجميل من كارتير مع هالكيسة مع كارت الإهداء. يا جماعة أبدعوا عبير الغرب، شوفوا هالتغليف، تغليف الماركة نفسها، ديور شانل الكارتير كلها بأقل الأسعار، تغليف مجانا. طقم الحلو هالرجالي من سالوران طبعا سعره كم؟ 500، طبعا هذا ينباع بكم؟ 700 750، راح يكون عطر واللي هو الشاور جيل والأفتر شيف. هذا الطقم النسائي طبعا هذا كم سعره ينباع؟ ينباع ب 980 ريال، هنا ب 650، عبارة عن عطرين مع الشاور جيل. ايش رايكم في هالبوكس الحلو؟ احلى هدية مع هذا الكيس الحلو مع الكارت. الماركات وأحدث العطور تلقونها موجودة عندهم، شوفوا كيف بجميع الأحجام، لا بديع المكان ما شاء الله تبارك، ديور كل الماركات الأصلية موجودة. هذه العروض القوية راح تكون من اليوم إلى ليلة العيد أو حتى نفاذ الكمية. هذا موقع عبير الغرب، موجودين في القطيف البيات أفينيو شارع القدس، مقابل أسواق المزرعة، مقابل صيدلية الدواء، وأوقات الدوام موجودة على الشاشة، تقدرون تقولون مداومين 24 ساعة بشهر رمضان.